السلام عليكم. احنا النهارده هنتكلم عن البروثاتيك بارت الخاص بالامبلانتس. عندنا كيس النهارده عملنا لها بون اوجمنتيشن وتيتانيوم برين وكده، فالحمد لله حصل اصل انتجريشن وحطينا لها هيلينج ابارتمنت لمده اسبوعين. هنبدا النهارده البروثاتيك بارت. التكنيك سهل جدا، كلوزد امبريشن تكنيك. هنتكلم النهارده عن كل التفاصيل دي. نبدا نفك الهيلينج ابارتمنت. عشان احنا رابطين الهيلينج ابارتمنت بالتورك، احنا بالتالي لازم نستخدم التورك راتشت. اوكي، هات الصورة كده على التورك راتشت. هنبدأ دلوقتي نركب الفاينل ابارتمنت. جزء الفلات بكر هضغط عليه اوكي عشان يدخل في مكان. تمام، احنا كده مستعدين احنا ناخد امبريشنز. دلوقتي نبدا نشيل امبريشن من بق العيان. طبعا متوقع هيطلع معانا البلاستيك كاب. ممكن نركب الفاينل ابارتمنت على الامبلانت انالوج، وبعد كده بروثاتيك سكرو نبدأ نربطهم في بعض بالإمبريشن. بس احنا ممكن هنا جزء الفلات من الأباتمنت هيبقى ناحية البكر دي كده. الأباتمنت ده إمبلانت داخل في مكانه. احنا الفيديو اللي فات شفنا ازاي نعمل إمبريشنز على الإمبلانتس انترا اورال اللي بق العيان، وكان الفكرة كلها في الموضوع ده ان احنا نبدأ ننقل الريليشن بتاعت الإمبلانت للناتشرال تيث على الكاست. نحن بنستخدم امبلانتس انالوجز وبنستخدم امبريشن ترانسفير، وبالتالي الفكره في كلها في حاجه ان انا مش عايز اعمل بريباريشن للابارتمنت جوه بق العيان. الموضوع بيبقى بيعمل هيت جنريشن بيأثر على الامبلانت. بعد كده هنبدا نشتغل دلوقتي ونشوف الفكره في ايه، ان احنا لازم نحضر على الكاست مش جوه بق العيان. هتلاقي اصلا الابارتمنت واحنا بنشتغل فيها بتطلع شراره. طلع الشرارة طبعا عشان ده بتبقى تيتانيوم، بيبقى معدن قوي. تمام، واحنا عشان نبدا نعمل نقدر نعمل فيه اي موديفيكيشنز، فده هتلاقي جدا صعب بيعمل هيت جنريشن جوه بق العيان. فعشان كده احنا دايما لازم نحضر على الكاست، ما نحضرش جوه بق العيان. عشان كده احنا بنعمل كل التحضير على الكاست مش في بق العيان. ان هو اول حاجه بيعمل هيت جنريشن بيبقى مضر جدا على الزراعه، دي نقطه. تاني نقطه انه ممكن يعمل انجري في السوفت تيشو او يعمل انجري في الميدل تيشو مع اي حركه زياده للكلى.